السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع رمضان؟ كلشي بخير، اموركم هانيه؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم عماره لاباغي هكا ديال لي كيش مع العماره هكا كيفاش كيجيو، كيجيو لذاذ. دوك اللي كنت حضرت معكم من قبل رمضان، وغادي نحضر معكم بسيمنات معمرين. كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو، تمايا قطعت البصله والفلفله الخضراء مربعات وخليتهم ينزلوا في شويه ديال الزيت. وهنايا كيف ما كتشوفوا درت كويرات وجدتهم هادو ديال المسيملات اللي غادي ندي ان شاء الله في الفران. درت الحشوه، غادي ندي الحشوه هي الاولى، ودرت كويرات هكا باش نخليهم ان شاء الله يرتاحوا. غادي نبسطهم، غتشوفوا معايا في الصوره كيفاش. وهنايا غادي بعد ما هبطات ليا هذيك البصله مع الفلفله، غادي ندوز ان شاء الله باش ندير لهم القوام. سمحوا لي ما تصورش ليا في لا فيديو. درت شويه بطبيعه الحال ديال البزار، شويه ديال سكنجبير، خرقوم، مليحه، وشويه ديال الثوم بودره، غير شويه ضروري انا صراحه نديرها. صافي، هذا المهم العطريه. صافي، وكانوا خليتهم تهبطوا كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف لهم من بعد صدر ديال الدجاج اللي كنت مرقداه، شويه ديال الخل ولا الحامض اللي عندكم باش كيطيب دغيا، ما كيشدش لكم الوقت. وصافي، ضفتوا هنايا الفلفله والبصله بعد ما شحرتو مزيان، قليتهم مزيان، ضفت ليهم هذاك الدجاج حتى هما، غادي نخليه حتى ان شاء الله يطيب كيف ما كتشوفوا معايا. دابا يلاه بدا كيشد في الطياب، وغادي نضيف ليه ان شاء الله الشعريه الصينيه بعد ما فزكتها هكا في الماء طايب، ولا سلقوها كل واحد شنو كيدير ليها. ضفت ليها واحد شويه ديال الملحه من بعد ما ضفتها لهاد الخليط هذا، ضيفوا شويه الملحه وصافي. وغادي قطعتها مزيان، وغادي نخلطها مع الخليط ديالي، وغادي نخليه على جنب يبرد، وغادي ندوز باش نبسط العجين. هنا كيف ما كتشوفوا خديت الكويره بسطتها، وغادي نرشها بشويه ديال النشا. ضروري ديروه حيت كيجي داك المسمن مقرمش وكيجي زوين الصراحه. الا بغيتو ديروا الزبده والنشا، بغيتو ديروا غير الزيت والنشا، اللي يعجبكم اللي عندكم. صافي، الاخرينات كيف ما كتشوفوا غطيتهم هكا بالسلوفان باش ما كيديروش لكم ديك القشره، غطيوهم ولا ديروا شي بلاطو ولا شي حاجه. شي انا عندي القصريه كبيره، داك الشيء باش خليتهم غير حدايا في القصريه. هنا كيف ما كتشوفوا تديروا الطويه العاديه ديال المسمن. هاد المسمنات كلشي كيعرفوهم، غير شاركت معكم الطريقه ديالي والعماره على حسب كل واحد الفكره ديالو. عماره بسيطه يعني بمكونات اللي موجوده في كل بيت، اقتصاديه. هنا كما قلت لكم ديروا، استعملوا النشا. المهم سمحوا لي، العجينه راني دايره فيها الطحين، 500 غرام ديال الطحين الفورس، ديروا شي شويه ديال الفينو ولا شويه ديال القمح ديال الدار. ودرت معلقه ديال الزيت، شويه ديال سنيده، شويه ديال خميره الحلويات، معلقه ديال الخل، درت معلقه صغيره ديال النيدو حتى هو داك الحليب المجفف. سمحوا لي على الروينه، راه هي هكا وهكا كتبان لكم شويه الروينه في لافابو ديال الكوزينه. صافي، دابا غادي نبدا نبسط هذوك الكويرات اللي عندي كاملين حتى نوجدهم كاملين، وغادي نحطهم على جنب. وبقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا معايا كيفاش غادي نعمروا.
ودابا غادي نحضر معكم الشوربه. صراحه الشوربه ما درتهاش اليوم مع الفطور، ولكن كنت دايرها من قبل وما صورتهاش، ما صورتهاش لكم هكا، حطيتها لكم بوحدها حيت جا الفيديو شويه قصير، قلت ندخلها لكم اليوم مع هاد الوصفات هادو. هنا كيف ما كتشوفوا درت البصله مقطعه هكا عشوائيه، درت ثلاثه ديال الخيزويات، ودرت جوج ديال البطاطات، وربعه تقريبا ديال القرعه الحمراء. صافي كتديروهم تغسلوا داكشي تقطعوه، ديروه هكا في الطنجره ديالكم. ضفت ليها تقريبا واحد الكاس ديال الشوفان، كاس هي صغير ديال الشوفان، ولا عندكم الروز ولا تقدروا تضيفوا حتى العدس. انا وليداتي ما تيبغيوهاش ليا بالعدس، داكشي باش درت ليها غير الشوفان بوحدو، ولا كان عندكم الروز حتى هو ضيفوا. شويه ديال الزيت البلديه، وشويه ديال البزار، وشويه ديال المليحه. صافي بقات ديروا ليها هكا، ديروا ليها الماء غير من الروبيني، ماشي بالضبط يكون طايب ولا شي حاجه. صافي فقط كديروها فوق البوطه، هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا راه طابت. كتضيفوا ليها تقريبا ثلاثة ديال القطع ديال الفرماج على حسب الكميه، ثلاثة قطع الفرماج، وكطحنوها كتجي لذيذه لذيذه بزاف. جربوها البنات، راه كتجي واعره بزاف، كيحماقوا عليها لا الوليدات ولا الكبار. داكشي باش دخلت عليكم في هذا لا فيديو. وهنايا البنات غادي نحتاج في الحشوه ديال لي كيس. سمحوا لي ما صورت لكمش من الاول حيت شويه مروبله ومرونه، يعني غير تندير لكم هكا مقتطفات. درت البصله خليتها تشحرات مزيان، وضفت ليها الكفته والقوام العطريه بطبيعه الحال. ضفت هنا بيضه وحده، وتقريبا واحد نص زليفه هكا ديال الموتزاريلا. وعندي هنايا هاد لاكريم ديال الطبخ، كريمه سائله ديال الطبخ. ضفت تقريبا غير واحد شويه، ما ضفتش بزاف حيت انا ما عنديش لي كيش هكا بزاف، عندي غير ما المهم 9 ولا 10 هكا، المهم على حسب الكميه، حيت باش ما تجيكمش هكا خفيفه وما تبقاش تنشف لكم في الفران دغيا. ضفت غير شويه، عينيكم ميزانكم. على فكره لما عندكمش الكريمه السائله ديال الطبخ تقدروا تضيفوا ياغورت طبيعي، فهمتوا؟ صافي. وبطبيعه الحال بغيتو تعاودوا تزيدوا شي اضافه شويه ديال البزار ومليحه وثومه بودره، وصافي كتجي لذيذه بزاف وسهله واقتصاديه. هنا لي كيش كما كتشوفوا جبتهم من الكونجيلاتور اللي كنت اصلا كما قلت لكم صورت معكم قبل رمضان. الى مازال ما شفتوش لا فيديو دخلوا شوفوه، مرحبا بكم، راه تيجيو هشاشين ولذاذين بزاف بزاف. صافي دابا غادي نعمرهم وغادي ندخلهم الفران، وبقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم هما ودوك المسمنات اللي درت في الفران.